أيضا في العاصمة بغداد ومن مكان مهم حيوي آخر وهو مستشفى الكرخ الجمهوري. انقطاع للكهرباء في المستشفى لأكثر من نصف ساعة، وتكررت هذه الحالة 3 مرات بينما يرقد العديد من المرضى في هذا المستشفى ويحتاجون للراحة. دعونا نتابع المقطع التالي. مستشفى الكرخ ما في كهرباء، الممرضين واقفين والدكاترة ماكو أحد، خلي يشوف وزير الصحة. هاي مستشفى الكرخ الجمهوري، تعال بلال، بلال تعال.